بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم طلبتي طلبة الصف الثاني عشر. ها نحن نلتقي في الأسبوع الثاني للحديث عن موضوع جديد من موضوعات التربية الإسلامية، والمعنون مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي. بداية طلبتي، يجب علينا أن نتحقق من أن نتعرف على مكانة السنة النبوية، نوضح دور السنة النبوية في التشريع، ونستنتج ما هي واجباتنا نحو السنة النبوية. بداية طلبتي، نعرف مع بعضنا البعض ما معنى السنة النبوية. السنة النبوية هي كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، وقد بذل العلماء جهودا كبيرة في تدوين السنة النبوية حتى وصلت إلينا، إذ عملوا في على جمعها وتدوينها وتصنيفها ودراستها وشرحها. لذلك طلبة السنة النبوية لها مكانة عظيمة، ومكانتها تأتي من قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقوله فخذوه أي أمر منه سبحانه بالاستجابة لأمر رسول الله، والدليل على مكانتها. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله، هنا أيضا ربط الله طاعة الرسول بطاعته سبحانه. وفي موضع آخر قال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا دليل على مكانتها. أما دورها في التشريع فهي تأتي منقسمة تحت ثلاث أقسام: مؤكدة ما جاء في القرآن الكريم، مفسرة ما جاء في القرآن الكريم، ومضيفة لأحكام جديدة لم ترد في القرآن الكريم. هذا طلبتي حديثنا عن مكانة السنة النبوية، ولقاؤنا لهذا الأسبوع سوف يكون ضمن ما تحدثنا به. أما حجية السنة النبوية فهي دليل، أنها دليل شرعي على الأحكام الشرعية التي يجب العمل بها. لذلك طلبتي، أمرنا بأن نأخذ كل ما جاء في السنة النبوية، والسبب أنها، لذلك قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا دليل على حجية وعلى واجبنا نحو السنة النبوية. أيضا يجب علينا أن نعلمها ونتعلمها، ويجب أن نحافظ عليها من الضياع، ويجب أن نرد عنها الشبهات أمام المشككين فيها من خلال التواصل الاجتماعي والدفاع عنها بكل ما أوتينا من قوة وحجية. هذا طلبتي مجمل الحديث عن درسنا. شكراً لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في الأسبوع القادم. شكراً ودمتم برعاية الله.